يا إخوة اسمعوا، من المؤمنين من لا يصلي في الليل يحرم نفسه من خير الصلاة بعد المفروضة. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فاستفتح بالبقرة حتى ختمها، ثم استفتح بالنساء حتى ختمها، ثم استفتح بآل عمران حتى ختمها في ركعة واحدة، خمسة أجزاء وشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته عدلا، فيكون ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من ركوعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالنا نحن؟ بعضنا يبخل على نفسه حتى بالوتر، حتى بالوتر لا يوتر، والله وتر يحب الوتر.